السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضر معاكم كريم كراميل لذيذ بزاف. عندنا هنايا نصف لتر من الحليب، غادي نستعملو جوج ديال الكراميل، غادي نديرو واحد كريم شانتي، غادي نديرو واحد قشطة، وغادي نديرو جوج معالق ديال النسلي حليب محلى. كنحركوا الخليط جيدا، ما تخليوش هاد الحبيبات نهائيا. صافي كنديروه فوق النار، غنديروه فوق النار وغنرجع معكم. صافي كتبقاو تحركوه جيدا حتى ما يبقاوش دوك الحبيبات. غير كيغلى كنحيدوهم فوق النار. بالنسبه اللي باغي المقادير، يعني اشخاص اكثر ممكن يدوب المقادير. نجيبو بول ديال الكيك اولا ليطاس صغيرين، المهم اللي بغيتو، فناجين صغار ولا كنشدو هذا كنديروه. ضروري دهنوا هاد كريم كراميل. صافي كدهنو هادشي مزيان، من بعد ما كيغلى مزيان ديروا الصفايه. كنخليه واحد 5 دقائق، من بعد كنخشيوه في الثلاجه حتى كيبرد وتقدموه. كما تتشوفوا كنديروا الصحن هنايا باش نقلبوها. كيف ما تتشوفوا تيجي على هذا الشكل، تيجي لذيذ بزاف. غير جربوه والله ما غادي تندموا. منعش في رمضان والصحه والراحه، تيجي على هذا الشكل.